بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على ما أصبح يسمى بأكبر زلزال قضائي كيضرب الساحة إلى حد الساعة. أولا بعد كاين واحد الملاحظة سواء على هذه التسمية ديال هذا الزلزال القضائي، ثم كاين واحد المجموعة ديال الملاحظات على جوج ديال النقط غادي نتكلم عليهم فيما بعد. بخصوص التسمية، سموها حاليا زلزال قضائي، في حين أنها تسمية غلطة، لأنه اللي زلزل ماشي القضاء. لكو كان مثلا غير القضاء مثلا شي جهة أخرى مثلا دارت فيه شي قرارات أو شي حاجة، نقولوا زلزال قضائي في صورة القضاء. في هذه الحالة هذه القضاء هو اللي دار الزلزال، بمعنى أنه الزلزال عاد من وقع، وقع الأحزاب السياسية هي اللي معروفة على غطي على هذا وغطي على هذا وغطي على هذا وغطي على هذا وغطي على هذا، ومولفة كتسامح بدوك الناس اللي كيدوزوا المجالس المنتخبة والمجالس الجهات ومجالس العمالات ومجالس الأقاليم، وفي ماشي واحد كتجبدوا العدالة ودار شي حاجة كيبقاو يطلعوه من مهمة المهمة لهذه لهذه إلى غير ذلك. وفي الضرب في الوقت اللي كيكون داك السيد خاصو في الضربة الأولى يمشي ينقي راسو كيبداو يهددوا إلى غير ذلك، والآخرين عاوتاني كيعرفوا نقطة ضعف الأحزاب أنهم كيبقاو يمولوا الأحزاب والجهاد الأحزاب وداك الشيء الخريطة كيبقاو يمولوا كيقراو النقطة الضعف كيبقاو هنا الأحزاب يدافعوا عليهم ولقاوها زوينة ديك اللعيبة ديال قرينة البراءة ما البراءة إلى غير ذلك. هذا الزلزال هذا ضرب الأحزاب السياسية، علاش؟ لأن اكتشفنا بأنه الأحزاب اللي ما جمعتش راسها، إلا ما جمعتش راسها الأحزاب السياسية والفرق والبرلمانيين إلى غير ذلك، احنا النتيجة ممكن أن الإنسان يلقى راسه داير اليد في شي جهات أخرى كيف ما هو الشأن حاليا. كل شيء كيعرف الخبر وهو اعتقال تقريبا تم تقديم 25 شخص، شبكة مكونة من 25 شخص فيها أربعة في حالة ديال الصراح، اللي طلب طلبت النيابة العامة أنه يتم يعني يزيدوا يعمقوا التحقيق إلى غير ذلك. هذه المجموعة هذه هي اللي زلزلت الساحة، بحيث أنه حنا ما ولفناش مثلا بحال هذه الأحداث، خصوصا وأنه منذ شهور وربما واحد المجموعة ديال السنوات ما تعودناش على هذا الشيء. أكثر من ذلك بأنه الساحة كانت متعطشة لشيء اسمه الجدية، كانت جد متعطشة لشيء اسمه الجدية. ما معنى الجدية؟ الجدية وهو أنه يشوفوا بأنه السطوة ديال القانون كتضرب الكبير قبل من الصغير. هذا الحدث هذا كنتمناو أنه يكون واحد البداية ديال واحد العهد جديد، وأنا دائما كنأكد بأنه القضاء في المغرب راه كيبقى هو الملاذ ديال الضعفاء، وهو الملاذ ديال الشعب، وهو الملاذ ملي كيوقع شي خروقات كتحس بأن الحكومة ساكتة وكتحس بأن البرلمان ساكت وكتحس بأن المؤسسات بدات كتفشى فيها واحد المجموعة المظاهر أو لا كتناسل واحد المجموعة ديال الشبكات، فدائما كيبقى بأنه الملاذ هو القضاء اللي كنعولوا عليه. القضاء هو اللي كنعولوا عليه أنه يقوم بالدور ديالو. الآن كيبان بأنه ولله الحمد بأنه كاين واحد التجاوب وكاين واحد الجدية. القضية بعد كينات علاش أثارت هاد الضجة؟ أثارت هاد الضجة لأنه أولا بعد كينات باقي العناصر اللي تشدات في هاد إلا بغينا نقولوا الشبكة، فكينا مجموعة ديال المنتمين إلى مهن أخرى اللي أثار الانتباه، وهو أنه فيهم قياديين سياسيين. هاد الظاهرة ديال القياديين السياسيين هي التي أثارت، علاش؟ لأنه سابقا كنا كنشوفوا واحد العدد ديال المسؤولين ديال عدة قطاعات كيتم التحقيق معهم وكيتعرضوا للعدالة، اللي كيستحق الإدانة يدان، اللي كيستحق البراءة كيعطيوها له، اللي كيظهر بأنه كان مظلوم كيراجع المسائل ديالو إلى غير ذلك، وكانت الأمور كدوز بسلاسة. حتى
التفقه في الصفوف، القطاعات الامنيه، القطاعات الحساسه، في الوظيفه العموميه الى غير ذلك. يعني جميع القطاعات كلها كنا كنشوفوا بانهم كانوا كيطيحوا رؤوس، وكانت الامور كتم غدا. بالعكس كتلقى القطاعات ديالها واللي مشرفين على القطاعات ديال هاد الناس اللي كانوا كيطيحوا كنلقاهم بانهم من اشد الناس حرصا على تنظيف القطاعات ديالهم. المشكل الوحيد اللي كان كيجبروه دائما المغاربه، المشكل دائما 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 هو القطاع السياسي، او لا الساحه الحزبيه، او لا الساحه البرلمانيه، او لا المنتخبين. هنا فين كان المشكل دائما؟ كان دائما غطي عليا نغطي عليك، شي واحد هذا الاخر كيخرج كيخرج عينو كيقول لك قرينه البراءه، العداله كتعيط له، داك الشيء هما عاد كيزيدوا يطلعوه قرايط في داك المجالس والى غير ذلك، كيولي شخص مهم. كنلقاو بانه مثلا كتثار القضيه ديالو، من بعد كيبقى المهم اجل الى غير ذلك. كنلقاو مثلا واحد المجموعه ديال الحوايج اللي ولينا كنحسوا فيها عدم الجديه وتحدي القانون وتخرج العينين في وجه العادي والباتي باسم القانون. كان المشكل هنا محصور في هاد الساحة اللي من اللي هي اللي عليها الرقابة الشعبية أكثر. هاد الساحة اللي كان عليها الرقابة الشعبية وهي المصدر ديال البلبالة والمصدر ديال تشكيل المواطنين والمصدر ديال الانزعاج ديالهم، واللي كانوا كاع الغضب ديالهم كيصبوا عليه، لأن هادو كيتعايشوا مع المواطنين، والمواطنين كانوا كيعرفوا وكيكتشفوا إلى غير ذلك، والصحافة كتكتشف. ولكن دائما كتكون هاد الصعوبة المطلقة غير مع سبحان الله هادشي ديال الأحزاب وهادشي ديال السياسة وهادشي ديال البرلمان وهادشي ديال الحكومة، وغطي عليا نغطي عليك وسير منا إلى غير ذلك. كنا كنحسوا كنقولوا كيفاش ان بحال هاد الناس مخليهم الدوله فوق الخشبه قاعدين كينقزوا على الدوله وفي التحدي. هذا ما كيعنيش بانه الناس كانوا كيفلتوا، القضاء كيدير الشغل ديالو الى غير ذلك، ولكن بالنسبه لينا حنايا ما كناش كنحسوا بديك الجديه وديك الصرامه اللي كان خصها تكون. مثلا ملي كيكونوا مثلا القطاعات اخرى مثلا كيتقاص فيهم شي واحد، باقي القطاعات كتلقى هذاك القطاع الاول كيف ما بغى يكون، كان امن، كان دارك دفاع، كان قطاع، المهم دوك القطاعات هذيك الولاه، هذيك هي الولاه كتلقاها كتخدم بالصرامه يعني كتنظف وما كتبغيش تسمع على راسها شي حاجه. هذيك القطاعات هي الاولى، يعني كيكون واحد التعاون ما كيبغيوش يسمعوا، كل واحد خصو ينقي الامور ديالو ما يبغيش يتسمع، الا القطاع السياسي الحزبي البرلماني عندو الدنيا هانيه تسمع، ماشي مشكل. وعوده وشبكه التعانين وشبكه اكثر من ذلك. انه كيف غادي نشوفوا دابا مثلا، غادي نتكلم لكم انا على التاريخ، لانه ملي اشتنا اولا بعد كانت الاعلام العالم كله كتب، الاعلام العالم كله كتب على كل حال، والحمد لله ان الطبع اللي خدا العالم هو انه المغرب ضربه من حديد، والتهم الى غير ذلك، والتجار في المخدرات الى غير ذلك. هذه هي بعد كاينات، وهذا الدرس خصو من ياخذوه السياسيين وهاد المنتخبين وهاد هاد اللي شادين هاد الساحه اللي ما كيعرفوهاش باش مقيومه، ودرس حتى للناس اللي مع المده كيتناساو بانه القانون غادي يجي واحد النهار كيهود على كل شيء. وهذا درس بانه راه الانسان مهما تلقات له الدوله يدها طويله. وهذا درس بانه وان كانوا كيتبرعوا بالخيرات ويتبرعوا بالمنافع ويتبرعوا بالرخاء الى غير ذلك، الضربه ديالهم كتكون مريره اضعافا مضاعفه. علاش؟ لانه اللي كيبقى يميل يده هنا وهنا 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 وهنا، هي جاته من الجهه ديال جبر راسه بانه مخشي مشنكر مع هذا الشيء ديال المخدرات الى غير ذلك. شكون اللي يدافع عليك؟ شكون يحامي عليك؟ والو. قالوا الدنيا هانيه صافي. يعني كيدخل لواحد المواصل خايبه. حنا هنا ما كنقولوش بانه هاد اللي تجرجروا مثلا في هاد الشيء بانه خاصنا نفعلوا له، لا. المهم قرن البراءه عنده، الله يجيب له التيسير، يدافع على راسه مزيان. ما نتمناو لحد، ما كنفكروا بانتقام، ما كنفكروا حتى شي حاجه. حنايا الشعب ما كنفكروا لا في انتقام ديال لا شدوا لا هو عدوا الفلوس وانا ما عنديش خصني، لا ما كنفكروش في هذا الشيء. كنفكروا غير في الجديه، اللي عطاه الله يعاونه، اللي ملك شي حاجه الله يزيده، اللي اجتهد وفاز بشي حاجه الله يعطيه سبعه الجوائز، اللي عبقري ودار شي حاجه الله يزيده. ولكن كنطالبوا بمسائل معنويه 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 اللي معنويه، اللي هي ان المواطن يحس على الاقل بالكرامه، يحس على الاقل بانه الضربه ديال القانون كتسري على كل شيء، كيحس الانسان بالانصاف، كيحس بالراحه، كيحس بالراحه، كيحس بانه الدوله ديالو كتضرب الصغير والكبير وما كتعرف حتى شي واحد. هذا هو اللي كيهمنا حنا، مسائل قيمه. راه ممكن كيف قلت لكم انا الدوله تكون مثلا فقيره ما عندهاش معدامه،
ولكن صابر على الامور ديالو كتلقى الشعب موحد ومتجانس وعلاقات طيبه ما بين الحاكمين والمحكومين والشفافيه داخل المسؤولين، واخا كتكون الامكانيات ديال ديك الدوله كتكون بسيطه بالحق ملي كتكون الشفافيه وكتكون العداله والانصاف. وممكن الدوله تكون غنيه بالخيرات، يعني الخيرات يعني ديال القاره، ويكون فيها دائما المواطن معذب. علاش؟ لانه مسائل معنويه، خصنا غير نحسوا باننا راه حنايا كلنا سواسيه امام القانون وامام الظروف والفرص ديال العيش، وكنحسوا بانه الله اللي دار شي حاجه ديالو ديك الساعه تكون تدعي له بالتيسير. ولكن ملي كتبقى تحس بان راه اللي دار شي حوايج ماشي ديالو، تما كنت كتكون تائس، واخا يكون عندك نتايا بيدك ما يعجبكش الحال. نرجعوا لهذا الموضوع. هذا الموضوع هذا بعد كده باختصار التهم اللي متوجه لهاد الناس كاملين باختصار، فيها التزوير في محرر رسمي، فيها مسك وترويج المخدرات، هادو هما الاغلبيه، والتزوير وكنا ربما التبييض. التهم اللي كاينه خصوصا اللي متوجهه لسعيد الناصري المدير ديال الوداد الرئيس ديالها، التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور. قال لك بالاضافه او وسائل الاعلام المحليه يعني في المغرب، قال بانه حتى القاضي وجه ليه تبييض الاموال. هذا هو المجمل ديال هذا التهم اللي توجهت لهاد الناس في اطار عد الشبكه. واخ كيف قلت لكم انا الملفت للنظر دائما من ناحيه ديال الشعب هو السياسيين. علاش؟ لان كيحس بانه باقي القطاعات كل قطاع ما فيهش هادشي، ما فيهش غطي الا القطاع ديال السياسيين والقطاع الحزبي والبرلماني. هذا هو الملاحظة الأولى بعد اللي خصنا نلاحظوها. التعليق الثاني وهو أنه المواطن، وأنا منهم، أنا أولهم، بدا كيحس بأنه راه كاينة الجدية. شحال هذه العائلة المغربية كنتكلم على الجدية، وملي تكلم على الجدية، الجدية شكون اللي الأمور معنية بها؟ معنية فيها كافة المؤسسات. الآن بدينا كنحسوا بأنه شوية نسبيا كاين الجدية. الملاحظة الثانية اللي لاحظتها في هذه القضية، الملاحظة الثانية وهو أنه الشخصين القياديين كلهم يعني كلاهما من نفس الحزب، هذا الحزب ديال الأصالة والمعاصرة. واخ الحزب الأصالة والمعاصرة بعدا خصنا نعرفوا واحد الحاجة، بأنه وهبي يتحمل مسؤولية شخصية، مسؤولية شخصية أولا بعد على الأقوال ديالو، لان هذيك الاقوال ديالو اللي كان اعلن عليها في اللحظه الاولى ديال الانتخابات، كتذكروا التصريحات اللي كانت خرجات. الو السي وهبي، لاباس؟ السلام عليكم. كي داير صحتك؟ كلشي مزيان؟ كان عيطوا لك على السي سليمان حلش، كاع ما كاين شي جديد ولا عليه؟ على سال البرلماني ديالكم سليمان حليش. ايوا كاع ما وقفتوش معاه، ما هديتوش عليه. شنو بيه في الملف ديالو؟ ماشي شي حاجه خطر. ما قريتوش اسيدي؟ قال لك يا ايوا اسمح لي اللي دار شي ميخ تمشي لنفكو، واحد يفكر سوق قبل ما يدير شي حاجه. داك الشيء علاش سولت انا يا صحاب لي زعما صافي عندك الحق وصافي. تبارك الله عليك سي وهبي، هذيك التصريحات بوحدها كانت كفيله انهم يجيبوا له هو اللي ولي الصفيط وما يكونش وزير العدل. ملي كنتكلم ما عنديش مشاكل مع الاشخاص، بالعكس انا اتمنى صادقا، وعندي اصدقاء في الاصاله والمعاصره، انا اتمنى صادقا لهذا الحزب انه هذه تكون فرصه انه يكشط كاع ديك العناصر اللي هي غير مفيده، وتعطى فرص للشباب انه يتحمل المسؤوليات في هذا الحزب. موجودين شباب، موجودين كفاءات، موجودين تفكير، تفكير مطور متطور الى غير ذلك، يشوفوا الامور بهذه الطريقه حفاظا على هذا الحزب، لانه الحزب دائما راه كيبقاو كيسيئوا له اشخاص، والحزب دائما كيؤدي
النتيجه ديال تصرفات اشخاص. اما مثلا الانسان غير هكا ويقول لك لا الحزب مستمر، الا الاشخاص كتلعب واحد الدور. وكنتمنى من اي حزب جات في شي مناضل ديالو او شي قيادي ولا شي حاجه يفكر في الامور هكا، يفكر بانه هذيك فرصه انه الحزب خصو يجدد الدماء ديالو. اذا قلنا لاحظنا بانه الاصاله والمعاصره، الاصاله والمعاصره ما غاديش نتكلموا على داك الشيء القديم كيفاش كانوا كيتعزلوا وكذا الى غير ذلك، وكيفاش انه كان ما لا دخلوا له واحد المجموعه ديال الى غير ذلك. ولكن هذا يشي بانه الامور ماشي هي هذيك. وهبي انا قلت لكم في الطلعه في النهار الاولي في الانتخابات اللي هذه اللي عطات هذه الحكومه، سجلوه الناس كيقول لك بانه غادي ندوز شي دوسي من تحتيها. الطلعه الاولى الضربه الاولى سجلوه بانه غادي ندوز شي حاجه من تحتيها، وسمعنا كذلك هذاك التصريح ديال بلفقيه الله يرحمه الله يرحمه، أو واحد الفيديو قلتها، قلت اللعنة ديال داك السيد ستطارد جميع من كان متآمرا في الظروف التي أدت به إلى أن يرحل إلى الرفيق الأعلى. غادي تطارد جميع الناس اللي شاركوا وأدت به أنه يحس بالغدر وأنه يتصاب بديك الحالة اللي أدت به لديك الحالة. يعني أحسبه عند الله شهيد. قلت لكم انا بانه كيتحمل وهبي مسؤوليه شخصيه. كيفاش انت قيادي وكتقول هذا الكلام بانني غادي ندوزها من تحتيها، وانت مقبل باش تاخذ المحفظه ديال وزير العدل، بانه هذا وهبي هذا ساهم في واحد السلوك، وهو انه الشعب ما يستاهلش انه هو يكون عنده السلطه ديال انه يوجه الاتهامات. اعطانا نموذج سيء، عطانا نموذج سيء. الوزراء العدل ما خصهمش يكونوا هكا. ملي كتكلم انت بهذه الطريقه وانت مقبل تكون وزير العدل، بمعنى انه البيئه اللي خدام فيها هي هذه، دوز لي ندوز لك من هنا لهنا من هنا لهنا. اذا اش كتقول لدوك الناس اللي معاك ولا القياديين ولا اللي عطانا في الحزب؟ كتقول له عطلع راه كاينه اي حاجه عندنا ليها الحل، بحال كتقولها له، كتقول له كتخاطبه كتقول له اي حاجه اللي عندنا الحل. المهم الملاحظه الثالثه، الملاحظة الثالثة اللي لاحظتها في هذا الموضوع، وهو أنه الدولة هرست واحد الخدعة تكلمت عليها مرارا كتكون في هذا الشيء ديال الشبكات. الدولة هرست واحد الخدعة. شنو هي هذا الشيء اللي كنتكلم الإخوان عن التجربة؟ راه أنا دزت واحد المحنة واكتشفت العديد من الخبايا والأسرار ما يعلمه إلا الله. وحاولت جاهدا داك الملخص كاع داكشي اللي درتو، راه انا بثيتو افكار من هادشي اللي قاعد كنقول دابا. الدوله كانت كتواجه واحد المجموعه واحد الظاهره سميتها ظاهره الشبكات. هاد الشبكات هادي ملي عرفت بانه القانون الجنائي في المغرب قاصح، تهم قاصحه، تزوير قاصح، فيه من كذا حتى المؤبد، اختلاس المال العام عاوتاني فيه داكشي خطر، هادشي ديال تكوين الشبكه ملي عرفوا يعني القانون الجنائي في الدوله المغربيه قاصح. اش ولاو كيديروا؟ احنا كنتكلموا الاخوان بغض النظر، راه باقا يعني البراءه قارنه ديال كل حد، ولكن كنتكلموا بصفه عامه. والقضاء ما كاينش اللي يواليه ولا اللي ينتقده ولا يقول لك غدا علاش طلقتي هذا ولا هذا، لا، بين من خلال الطريقه باش خدم في هذه الشبكه بانه الحمد لله بانه يد نظيفه وغادي يكمل هذا الشيء. العلامات ديال الصلاح باينه من موراها، ما يهمنا لا طلق هذا ولا ماشي هذا. على كل حال واحد الحيله كانوا ملي عرفوا بانه القانون الجنائي صعيب في هذا الشيء ديال الدوله وفي هذا الشيء ديال المال العام وفي هذا الشيء ديال تكوين شبكات وفي هذا الشيء، اش ولاو كيديروا؟ ولا الانسان قبل ما يضرب شي ضربه كيتعزل يماها طالعه في السماء وما كيديهاش بوحدو، كيدخل معها 70 او 20 ولا 30. وهذه القضيه ديال الشبكات، النهار اللي شي واحد مواطن كيشكي او كذا او كذا او كذا، كينزل على اي دوسي كيبغي يخدم فيه شي واحد كيلقاه متشعب داخل له واحد المجموعه ديال الادارات. هذا الاسلوب هذا كان كيتسمى الا بغينا نقولوا طريقه ديال التبييض، وفي نفس الوقت طريقه ديال تعقيد المهام ديال القضاء. يعني القاضي كيشوف راسو بانه غادي يبدا يجرجر واحد المجموعه ديال الحوايج، كل واحد ما نعرف فين لاصق في مهمه، اذا المهم كتكون شي حوايج اخرى. بهذه الطريقه هذه كيف لاحظنا قال لك بلغ المجموع ديال الناس اللي تم التحقيق معهم في هذه القضيه تقريبا 80 حسب اللي شات في الصحافه. انا كان الصحافه شفت انا في هذا الشيء ديال المانيا هو المقال اللي كنشوف فيه حاليا، وكاين فرنسا وكاين بزاف ديال الحوايج. على كل حال
في جميع الحالات هذا الشيء اللي كاتبين هكا هذه الصحافه اللي كاتبه هذا الشيء، هذا الشيء بعد ذلك النظره ما كياثرش، بالعكس هذه علامه الفخر انه المغرب كينقي داره وعنده الشجاعه يجمع ويكشط، وبانه ما كيخاف من حد وبانه سيد القدام. يعني ماشي خلاص كتابات اخرى اللي كيبداو يخربقوا كذا وداو يلصقوا مع حقوق الانسان الى غير ذلك. قلت لكم انا في هذه النقطه هذه ديال انه الدوله في هذا الملف هذا ما نطالعت عليها حتى شي حاجه، تبعت الخيوط كامله وحققت تقريبا مع 80 هذا الشيء اللي مكتوب في الصحافه، يقدر يكون اكثر الى غير ذلك، ولكن حنا اللي كيهمنا انها وصلت الناس اللي غادي يتحالوا لهذا العدد وما حناتش، بمعنى ان ذاك الاسلوب بحال هذه مخاطبه للناس اللي مولفين بديك اللعيبه ديال نديروا واحد الشربيكه حنا فيها 20 30 باش نعقدوا كذا كذا، يقدر يبدا واحد نوقفوا معاه وهذا يسلك ويضر الى غير ذلك. اراد ولدك الملاحظه اللي لاحظتها انايا، لاحظت جوج الملاحظات. دابا هاد الزعماء السياسيين كاين خلاص قالك سعيد الناصري المدير ديال الوداد، وداك بيوي رئيس الجهه ديال الشرق، وسابقا كانوا بزاف ديال الحوايج وقعت عند هذا وداو الاثاره والمعاصره، وحنا قلنا على كل حال. اللي شفت انايا قالك اسيدي بانه سعيد الناصري هاد سميتو قال لك البدايات ديال كيفاش هاد الملف يعني تفرقع، انه هذاك الزعيم الدولي ديال تهريب المخدرات الى غير ذلك تم الاعتقال ديالو في 2019 وتحكم ب 2019، التحكم 10 سنوات قضيه ديال التجاره الدوليه في المخدرات، وهاد الشيء كتباته حتى جون افريك 2019 القضاء دار له 10 سنين. قال لك هاد السيد هو اللي جبد هاد الشيء، راه مجرد اقوال رسميا كنطلب من جميع الاخوان والصحفيين وداك الشيء واياكم الاشاعات الى غير ذلك، نخليو القضاء غادي، حنا كناخذوا العبر اللي نستافدوا منها، حنا ما عندناش علاقه بالاشخاص ولا فلان وهذا، ولا ندعو الى الانتقام، ما كنطلبوش الانتقام نهائيا، كنطلبوا كل واحد يدي حقه، كل واحد يدي النصيب ديالو، وراه اعتقال واحد الشخص لا يعني بانه فعل، لا يعني كتبقى الامور هذا حتى الاخر، وواحد الشخص طالق مسروح مع راساته سارح قاعد مع راساته لا يعني بانه راه ما دارش. يعني هاد الانسان هاد الفكره خصهم يديروها الناس في البال ديالهم، يعني الميدان ديال القضاء راه ميدان دير فيه الكونفيونس ونطلبوا ربي الكمال والتيسير. حنا اش كيهمنا؟ كيهمنا غير من خلال هذا الشيء اللي شفنا بانه القضاء عنده كبير وصغير مقادين، وبان ديك اللعيبه تقول حنايا بزاف ما عنده ما كاين حتى شي ما بزاف، الدوله فوق الجميع. على كل حال 2019 تشد هذا السيد تحكم ب 10 سنين، واخ يعني انه هذا السيد هو اللي جبد سعيد الناصري، ياك هو اللي جبدو، بمعنى انه ربما الا كان شي انشطه راه كانت قبل من 2019، قبل من 2019 الانتخابات فوكاش دارت؟ الانتخابات فوكاش دارت؟ دارت في كنظن في 21 ولا في 21 دارت انتخابات. اذا هذه الظاهره ديال تسلل الناس كانوا كيمارسوا انشطه الى الحزب الى البرلمان الى المسؤوليه كيفاش؟ خصوصا ان وهبي في الانتخابات كيسمعوا الناس كيقول له ده صبر هذا ندوزوها من تحتها. اذا هنا وهبي كان كيعطي كيف قلت لكم نموذج سيء، وربما اشارات هو واخا يكون ما عطاهاش او لا، ولكن هما شافوه في ديك التصرفات ديالو قالوا ودي هذا الجهه ديالو راه بخير سهله والعدل والعداله ومن تحتها وعنده الوعي الى غير ذلك. هذا هو اللي خلاني نقول بانه المسؤوليه راه كيتحملوه رؤساء الاحزاب، اللي مريح على شي قطع ولا شي حاجه راه مسؤول عليه، بمعنى انه راك عارف شنو كاين وبالتصرفات ديالك راك شجعتي واحد اخر يدير داك الشيء. انه مثلا الانسان باش انا كنتكلم بصفه عامه
كنتكلم انا بصفه عامه، ولكن هذه غير ملاحظات شفتها انايا من خلال هادشي اللي مكتوب. السيد قالك شدوه في 2016 حكموه في هذاك هو اللي جبد، بمعنى ان جبد على انشطه. على كل حال على الاقل غادي تكون قبل من 2019، بمعنى انه راه كانوا شي حوايج. مع ذلك كنشوفوا بانه غدا ودخل الحزب ودخل هنا وطلع لهنا والمسائل والى غير ذلك. الملاحظه الثانيه كيف قلت لكم انا، وهو انه العدد الخامسه، العدد الكبير ديال الناس اللي تم التحقيق معهم تقريبا 80 وربما غيكون اكثر. هذا العدد كيبين بانه الدوله خدت الوقت ديالها، وبانه الدوله راه ملي كتعول تنيش على شي واحد راه كتوصل له. وهذوك الشبكات كيف قلت لكم انايا، الشبكات كيتكونوا، هذا الظاهره ديال الشبكات راه موجوده. الشبكات كيتكونوا يا اما كيكونوا داخل الادارات واما افراد من مختلف الادارات، وكيديروا شبكات وكيبقاو يتعاملوا مع راسهم، كتبقى ديك الدويره الدور. وكل ما اتسعت الشبكه قد ما كتكون الخطوره ديالها، والا كبرت اكثر من القياس كتكون كذلك سهله انها فاش تطيح. هاد الشبكات هادو من انطلاقا من دابا خصهم يعرفوا واحد الحاجه، بانه ديك اللعبه ديال راه نوسعوها مزيان باش ما يلقاو فين يشدوا ما خصهاش تكون. اذا حنايا في الاخر الملاحظه التعليق النهائي والموقف ديالي انا الشخصي، الموقف الشخصي انا بانه هاد الناس اللي خدموا في هاد الملف هذا تعطى لهم كافه الاحترام، والقضاء يكمل شغله في كافه الاحترام. وما كرهتش انا بانه تكون هذه واحد المناسبه، ان هاد الكوكبه اللي خدمت في هاد الملف في هاد الظرفيه، وحنا كنطلعوا ل 2024، ان تعطى لها واحد المجموعه ديال التشجيعات ولو تكون معنويه، وتكون كذلك رمز لواحد الكوكبه تكون جديده في المغرب، انها من دابا للقدام يلتحق بها جميع الموظفين اللي خدامين لا في قطاع التحقيقات ولا الامن ولا القضاء ولا كل شيء، باش نديروا القطع مع الماضي. خصوصا انه المغرب مقبل على اوراش، انتم كتشوفوا شنو كاين، جاي المونديال وجاي كذا وجاي كذا وجاي كذا، وجاي استثمارات من برا، وجاي هادشي ديال هاد المتوسطي التهيئه الى غير ذلك. هذيك الفكره ديال انه ناس مخربقين يبقاو يستغلوا الانتخابات باش نطلعوا للحكومه ناكلوا ونشربوا خاصها تقطع، لان هاد الفكره ديال اننا نطلعوا للحكومه باش ناكلوا ونشربوا هذه راه حنا شفناها طبقات الحكومه ديال هذا اخ نوش طلعت بنيه ديال ماشي انها تلقى الحلول وتلقى البدائل، لا، الحكومه ديال اخ نوش طلعت بواحد النيه ديال انه داز الجفاف 2020 وكورونا، داز الجفاف وكورونا في 21، بانه في الاول ديال 22 غادا تطيح الشتاء والازمه غادا تقاضي وغادا نوضوا نحركوا الشغل والاوراش والى غير ذلك ونزيدوا للقدام. واحد الساعه ما طاحت الشتاء وفي الاول ديال 22 تفرقعت الحرب الروسيه الاوكرانيه وطلعت الاسعار. ملي طلعت الاسعار بقاو غير كيشوفوا في بعضهم. علاش بقاو كيشوفوا في بعضهم؟ لانهم ما كانوش طالعين بالنيه باش يقلبوا على المشاكل اللي يفكوها، كانوا طالعين بواحد النيه ديال انه غادا تطيح الشتاء والمشاريع ونخدموا. هذا الشيء اللي مقبل عليه المغرب من دابا لقدام، القضاء خص يكون فيه هو رمز القياده، خصو ينظف الادارات والدواليب ديال الدوله والدلوده، وحتى هاد السيبه اللي كنشوفوا هادشي البرلمانيين وهادشي ديال الاحزاب وهذا، واللي هو اللي طلع هذا خاصها تحدلو، خاصها تسد، خاصها تحيد. كنتمنى الاخوان والاخوات نكون توفقت، كنتمنى ما نقول نكون يعني زلقت حتى شي زلقه ولا شي حاجه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.